يا جماعة الكسل ده يا جماعة بقى مضر جدا. الناس بقت بتكسل تروح اي مكان، بقت نايمة على طول، حتى لدرجة اللي انت ما بتروحش الواحد تسلم عليه بايدك، حتى ممكن تسلم عليه بحواجبك من بعيد. ايوة زي ما انتوا عملتوا كده بالظبط، بس كده. ناس كتيرة بس ناس حلوة، وناس وفي ناس لا. يا سلام. خش حبيبي، عامل ايه؟ وانا متابعينك. سلام. اسمك ايه؟ محمد. ايه قول؟ يا محمد. ده انت حلو قوي يا محمد. ازيك؟ عاملين ايه؟ ايوه كل سنه وانت طيب. عيد ميلادك النهارده يا حبيبي. يا عيني ده انت صغير قوي. الله. حبيبي بص يا جماعة، ننزل على الصبح كده نبسط الناس ونفرحهم. يا سلام. ازيك حبيبي؟ صباح الفل رجالة. ايوة كده نبسط الناس على الصبح. ايوة اضحك، الناس كلها تضحك. ماشي. ايوة كده اضحك. شفت سنانه؟ يا سلام. الحكمة بتاعت النهاردة يا جماعة. لا ما تخطفنيش. قول. الله. انت كويس؟ صباحك فل جميل. حكمة اليوم يا جماعة، بصوا الأسرار الوحيدة ما تحكاش لأي حد غير مين؟ غير لتيتا. عارفين ليه لتيتا؟ عشان تيتا سماعها خفيف وبتنسى بسرعة. يا سلام. ازيك حبيبي؟ ناس حلوة. ازيك؟ إز وبعد كده إياك حبيبي. واه ازيك حلوة النضارة دي حبيبي. ناس زي الفل وحلوة حبيبي. اضحكوا كده على الصبح وعلى بالليل كده. ها؟ لا ما بدخنش السجاير يا جماعة، مضرة بالصحة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الجرادل دي؟ ايه ده؟ الجرادل دي يا جماعة بيعبوا فيها الترشي بقى والزيتون. هو ترشي ايه؟ يا ترشي جرادل يا جراد. حبيبي ناس زي الفل يا جماعة. ازيك؟ ناس حلوة. يا سلام. الناس يا جماعة بقت بالكاس. هو الراجل بتاع الجرادل. وانت طيب يا رجالة، احلى صعيدة في الدنيا دول. ناس زي الفل وحلوة. ايه هاي عاملين ايه؟ كويسين؟ هاي ناس حلوة وجميلة على الصبح كده. اضحكوا وانبسطوا. تعالوا بقى يا جماعة اقول لكم مراحل دلع البنات. اول ما بنتي لسه تتولد جديد، يكون عندها سنه واحده، تقول لها ايه؟ يا نونا يا حلوه كده، يعني تدلعوها. اول ما تكمل 5 سنين تقول لها يا كتكوته. اول ما تكمل 10 سنين تقول لها يا كتكوته برضه، مش هتفرق كتير. اول ما تكمل 18 سنه تقول لها الله ده انت جامده قوي، او يا موزه يا حلوه كده يعني. اول ما تكمل 30 سنه تقول لها يا مدام ازيك عامل ايه حبيبي. لازم نفرح الناس، احنا كنا وصلنا لحد فين؟ اول ما اكمل 30 سنه تقول لها يا مدام. اول ما اكمل 40 سنه تقول لها يا وليه. اول ما اكمل بقى ايه 55 سنه تقول لها ايه يا حاجه كده يعني. اول ما اكمل 80 سنه تقول لها انت لسه عايشه، ربنا يديها الصحه يا ابني، وتكمل ل 120 سنه. يا سلام. عايز اسالكم سؤال يا شباب، لو خيروك ما بين اعز اصحابك ومليون دولار، اول حاجه هتعمل ايه لما تاخد الفلوس؟ اكتبوا لي في التعليقات حبيبي. ايوه كده، ايوه الناس كلها تضحك وتنبسط. ما تزعلوش كده من حد، شيلوا الكآبة وشيلوا الحزن كده من جواكم وافرحوا.